وبشأن صد النهضة الإثيوبية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية تنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة. وفي نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي، أود أن أوجه عنايتكم إلى معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها. في هذا السياق نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الأثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلا، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني.